نقدم لكم أعزائنا المشاهدين سلسلة سيارات نجوم كأس العالم، والتي سنستعرض من خلالها سيارات أشهر اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم لعام 2014. نستعرض معكم في هذا التقرير سيارات نجم المنتخب الكاميروني سامويل إيتو مهاجم تشيلسي الإنجليزي، حيث يقتني إيتو البالغ من العمر 33 عاما مجموعة من أسرع السيارات في العالم، نذكر منها بوغاتي فيرون، بالإضافة إلى السيارات البريطانية أستون مارتن 177 وأستون مارتن V12 زاجاتو وبنتلي كونتيننتال جي تي. وجمع إيتو عددا من السيارات الألمانية المميزة، أهمها بورش كاريرا جي تي تعديل جمبالا ميراج وأودي R8 ومايباخ كوبي، بالإضافة إلى عدد من السيارات الأمريكية وأبرزها فورد جي تي وهامر H2. ويمتلك إيتو سيارات إيطالية عديدة مثل لامبورغيني مورسيلاغو وفيراري 599 جي تي بي من تعديل منصوري وفيراري F430 سكوديريا، بالإضافة إلى سيارة لافيراري والتي نشرت معظم وسائل الإعلام البريطانية صورها وأكدت أن إيتو كان أول مشتر للسيارة في العاصمة البريطانية لندن. كما ذكرت مصادر إخبارية أن اللاعب الكاميروني طلب سيارة كوينكسيغ ولكنه لم يستلمها حتى الآن. وشوهد إيتو على إحدى طرق العاصمة الفرنسية باريس وهو يقود سيارة فيراري 458 إيطاليا من تعديل منصوري، وحصلت السيارة على تعديلات رفعت قوتها إلى نحو 590 حصان لتجعلها قادرة على التسارع من الصفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 3.2 ثانية، قبل أن تصل إلى سرعة قصوى مقدارها 330 كيلومتر في الساعة. ويذكر أن إيتو لعب لصالح أندية كبيرة وأبرزها ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان قبل أن ينتقل إلى نادي أنجي الروسي الذي عصفت أزمة مالية برئيسه، ما اضطره إلى بيع لاعبيه وعلى رأسهم إيتو الذي يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 20 مليون يورو، أي ما يعادل 101 مليون و567 ألف ريال سعودي. نلفت انتباهكم أعزائنا المشاهدين إلى أن هذا البرنامج يقدم بشكل يومي على موقعنا. كن أول المشاهدين وتعرف على سيارات نجمك المفضل عند زيارتك موقع arabgt.com.